لا منين نزلوا والله؟ عليه بس عود شو؟ وين الجماعة؟ والله راحوا ما بعرف لوين، طلعوا هن وحدة بالسيارة. وحدة؟ ايه طيب ماشي أمرك، بدك شي سعود؟ انزين انزين شابشاب برجع بري على النار. يا لطيف حسسلك الشغلة كبيرة كتير. مزبوط أبو محمود مزبوط. لك شو جابك لهون؟ ليش الجماعة كلياتها هون؟ جابين هون البلدية، البلدية تقول لك غرفة تبعها. لك الله لا يوفقك ما بتجيب غير الأخبار الشام. لأنه ست سلم أمك اتخانقت معه ما خلوا تاني يفوتوا وراحوا جيبوا الشرطة. وحضرتك وين كنت؟ لك أنا أجيت بعد ما راحوا. شو بقى؟ قد ايش صار رايحين؟ 10 دقايق. وين رايح؟ شو راح تعمل؟ بدي روح شوف هذا ابو حاتم بركي بيحكي لنا مع فادي. تروح معي؟ طبعا بروح. بس الله يجير بدنك. الله شباب لك ايش تجري؟ يلا هات هات احكي تليفون. لعن اختك. انتبه انت كمان. انت شبشتني. لا هذا اللي عم يحكي معه بيعرف حدا بالمحافظه. لك طبعا هو اللي بيعرف. ايوه لك تركها لازين خلاص تركها بقى. اسمع لك لك محدين، هاي الغرفة ما حدا رح يهدها. يعني ما حدا رح يهدها معي انت ولا لا؟ لك انا اللي معه. معه حق والله معه حق. ولي يا امي ولي، بدك تتخانق مع الشرطة؟ ما بعرف امي بتخانق مع الشرطة مع غير الشرطة ما بعرف، بس طالما في نفس هون عم يطلع وينزل هاي الغرفة ما بتنهد. حكي لازين مزبوطها كل الحالة مخالفات، هدوا الحالة بعدين يجوا هدوا الغرفة. عال لكان منسكر بابنا على حالنا وخليهم يدقوا لي يشبعوا. فوتوا لك اسفوا فوت. عاد